الساعات. بالنسبه لهذا الدوري هذا اللي كتشوفوه مورايا هو دوري بمناسبه رمضان المبارك، تنديروه كل سنه بالنسبه للتلاميذ ديال الثانيه بكالوريا ماشي ديال بريمير اني ولا ترونكوما. علاش؟ فكيبقى تشجيع دوك ترونكوما والبريمير اني، تيبقى عندهم تشجيع باش يوصلوا الحافز باش يوصلوا البكالوريا عاد ندير لهم ديك الدوري. هذا الدوري داز في طيله ديال اسبوعين، كانت فيه 12 فريق مشارك دوري الاقسام، وهاد دوري الاقسام هو جات مذكره وزاريه تتقول بان لابد من تنظيم دوريات رمضان في كره القدم في جميع انحاء العبور المملكه. ودابا كتشوفوا المقابله النهائيه اللي نلعبوا دابا بين دوزيام بي سي 3 ودوزيام بي سي 5. انتم كتمشوا مع الرؤيه ديال الاداره التقنيه ديال كره القدم داخل القاعه بالفعل. ديجا حنايا كمؤسسات لا بليبار ديال المؤسسات عندهم التيران ديالهم، دونك فين كيتلعب الفوتبول 5، دونك هذه كتجي فرصه فين التلاميذ هما كيديروا الفوتبول 5 وكيتلعبوا، ماشي غير كنلعبوا ما حتى تندرسوا. وكما كتشوفوا عبد الملك السعدي راه كاينين دو تيران ديالهم، وفي ميم طون كندرسوا حتى الميني فوت فوتبول 5، وشاركنا في بطوله ديال الفوتبول 5 ديال الاناث وديال الذكور. بالنسبه للذكور تقصوا في الادوار الاوليه، وبالنسبه للاناث تقصوا حتى البطوله الجهويه في الرباط. عواش مبروكه ورمضان مبارك سعيد. دأبت ثانويه عبد الملك السعدي كل سنه انها تنظم هذا الدوري بمناسبه شهر رمضان بشراكه مع جمعيه الاباء واولياء التلاميذ ديال ثانويه عبد الملك السعدي في اطار دوري رمضان اللي كتنظمو على شرف تلاميذ المؤسسه، وبغيتها تنشيط وتحفيز التلاميذ على العطاء يعني الرياضي وتحفيزهم ان شاء الله على يعني التحصيل ديالهم في الدراسه ان شاء الله.